أنس دائما متماسك فوق، لكن قلنا أسترى في ميزة إنه يملك مسار من نوفمبر وديسمبر ما انكسر ودائما يرجع منه. تعالوا نشوفه مع بعض. هذا الترند في أسترى. أسترى عشان لا سمح الله يعطيك جيم أوفر، عندك محطتين دعم اتفرج عليها، وفي عنده هنا شوف الفجوة دي ما انقفلت زي الناس، عند 41.65 والترند عند 42 ومتوسط 243.10. يعني أهم دعوم أسترى جاية من منطقة الفجوة إلى منطقة 200، ما تعرف من فين ممكن يرتد منها، لكن حذاري من كسر إيش. ويا ويلكم إذا ما تعتبروا بكلمة لا يكسر، لأنه اللي ما يهتم بكلمة لا يكسر دائما بيأكلها مسكين، وأكلناها كثير، أدلعنا كثير في بعض الشركات. أسترى الآن ما زال حي يرزق رغم جني الأرباح وعكسه للاتجاه مع تحسن السوق، عنده الآن أشبه بهذا المثلث من بعيد. هذاك الترند الهابط قريب 50.5، وهذا الترند الصاعد قريب 42. نحن خلينا إلينا الفجوة، إلى حدود الفجوة، يعني لو قلنا يبغى يرجع يقفل الفجوة بالملي، أهم شيء لا يغلق تحت 41.65. هذا أسترى. طيب لو جينا في أسترى على الفاصل الكبير وسحبنا فيبو من قمة 2014 إلى قاع الموج، هنلاقي الآن إنه أسترى يتداول ما زال فوق 61 فيبو من الموج، ويتداول فوق عند هذا المطب التاريخي في عام 2014 عند 44.25 44.25 هلل، والواحد وستين فيبو نجيبها بالملي 43.15 هلل، هو تحت 44.25 محصور بينها وبين 43 وهي متوسط 200 مع النسبة الذهبية. عرفنا الآن كيف أسترى يصير سهم سلبي إذا كسر 42 أو منطقة الفجوة 41.65. احتمال يرجع، احتمال يرجع وبقوة، الترند ما يفرن. مرة رجع من هنا، شوف قريب الترند، ومرة رجع من هنا قريب الترند. الآن فين مقاومته لو عكس؟ كاسر متوسط 100، وين متوسط 100؟ عند 45.70 45.60. هذه المقاومة في حالة الارتداد، يعني خايف إنه يضرب مقاومة ما يعدي عند 45.60. خلاص يا ملاك أسترى، هذه قوات التدخل السريع، يعني سهمكم رغم سلبية اللحظية وعكس الاتجاه حركة السوق إلا إنه ما زال يحظى بمسار صاعد فرعي من قاع نوفمبر. أسوأ شيء ممكن يصير لا قدر الله إنه يكسر السهم، ولو كسر السهم معناها حنعكس الفيبو من قاع كورونا إلى القمة عشان نشوف نسبة التصحيح ونشيل هم لا يودينا 61 فيبو زي بقية الشركات.